معالي البيان مصورة من 2011 تبع فريق تشالنج جروب. شاركت اليوم في معرض عدسة 3 في حديقة الشهيد. صورت برج وفرة في مدينة الكويت، استخدمت فيها الكاميرا 5D مارك 3 مع العدسة 2470. استخدمت الفلتر البيج ستوبر 10 ستوب. طبعا كان مساعدني الجو انه هو كان غيم، وبما اني انا مستخدمة الفلتر البيج ستوبر فطلع وياي التكنيك اني انا ساحبة الغيم. فضلت الصورة تكون بالابيض والاسود لان فيها وايد اضاءة، يعني ما اعطيها روح حق الصورة. فيها تفاصيل واضحة بالالوان، الابيض صريح انه هو ابيض والاسود نفس الشيء. كانت الفكرة من الصورة انه هو يكون بروجكت عن برج وفرة، فاخترت اكثر من زاوية بنفس التكنيك. الحمد لله كانت النتيجة موفقة وياي، والنتائج كانت وايد حلوة. شاركت بصورتين في المعرض من نفس البروجكت اللي انا كنت اهدف له. بالنسبة حق الصور هذين اخذتهم جيبك ولا روح؟ لا، التصوير هذا طبعا، الصورة هذه كلهم كانوا طبعا، البروجكت كله كان بتصوير الرو، لأن طبعا تصوير الرو أفضل بالنسبة حق الألوان والتحكم وقت الإدت. إيش كثر استغرقت منك الصورة هذه؟ والله الصورة استغرقت مني هذه تقريبا ساعة، اني انا على اساس اني اخذ الزاويه واخذها اكثر من لقطه. نطرت طريقه الغيم سحب عشان اقدر اسحبه، فالزاويه هذه تقريبا اخذت مني ساعه الا ربع وانا انطر ان تكون لقطه. طبعا انا قبل، يعني قبل اول ما فكرت في البروجكت قبلها بيوم اخذت جوله حول برج وفره، شفت زوايا، شفت الامكانيه اني من اي مكان اقدر اخذه، فشفت زوايا معينه تنفع ويانا تنفع وياي حق البروجكت، فاخذت اللقطه الاولى. بعدين جيت على الجنب الثاني، طبعا كان مغطي جهه الغيم كان خفيف وياي، اخذتها من زاويه مختلفه بحيث انه يعني تبين ان هي برج الوفره، وبنفس الوقت ما تبين ان هي برج الوفره، يعني اللي يشوفها ما راح يستدل انه هو نفس المبنى. في طبعا زوايا ثانيه يعني كان ودي صراحه اني اشارككم فيها، بس للاسف احنا محدودين مع شروط المعرض. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله معالي، والله يعطيك العافيه وشكرا جزيلا. شكرا لكم. في شيء ودك تقولينه؟ والله صراحة العموم مشكورين، وزارة الشباب والرياضة على جهودهم، الأخ عبد الله حمادة مشكور على جهوده ويانا، ما قصر صراحة، ويعطيك العافية. حياك الله.